طيب سؤال ثاني يا شيخ. نعم تفضل. صلاة الجمعة أنا في عمل وتجي بعض الأوقات صلاة الجمعة وأنا في العمل، هل وصل لي في العمل هل علي اسم؟ ما يعني إذا كان حولك للجامع والمسلمون. نعم حولي الجامع يا شيخ، في عملي مكلف به 8 ساعات أدوم في 8 ساعات. لا ما يجوز العمل وقت الصلاة إلا إذا صرت تخاف على المال أنه يسرق أو يضيع، أنت وأنت حارس تصلي في مكانك ظهرا. وأما إذا كان ما هو يعني حراسة إنما هو عمل أجرة فإنك تصلي مع المسلمين وترجع للعمل.